ثم أحبائي افهم طبيعة إرسالية المسيح. جاء المسيح فعلا تمم كل شيء لليهود، وكان في رفض، في كثير منهم آمن لكن الأغلبية كان في رفض، زي ما فعل بولس كان بيتكلم بالمجمع اليهود ثم كان بيتحرك إلى الأمم. فلازم نفهم طبيعة إرسالية المسيح. بعد الصليب قال يسوع: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لكل الأثنيك جروب، كل المجموعات الصغيرة، وتلمذوا جميع الأمم وتكونون لي شهود من أورشليم إلى أقصى الأرض. فواضح لازم نفهم طبيعة إرسالية المسيح بالتوقيت اللي راح إلى منطقة الأمم حتى يتعامل مع هذه المرأة. ثم أحبائي محتاجين نفهم طبيعة المسيح وأحشاء المسيح. المسيح لا يتغير، هو اللي كان بيتحنن على الناس لأنهم كانوا بلا راعي، كانت غناء خراف ضالة، وهون جاء بيبحث عن خروف ضال لكن من الأمم. طبيعته طبيعة المحبة.